في دروب الحياة تسير الخطى في دجى الحيرة وتقضي الزمان بغير اعتبار ويدك أبصر من الغفلة ولا تاك يوما مع السادرين وتحيا بعيدا عن السنة ولا تتبع أي خلق مشين فتجهد الملام مع الحسرة فأنت الحري بحسن الفعال ونبل الخصال مع الصحبة تطيب الحياة بتقوى الإله أداك السبيل إلى الجنة هلم نعش بالكتاب المبين وهدي إمام الورى محمد صلى الله عليه وسلم قدوتي لأني أحبه شاركنا الآن وعبر عن حبك على موقع قدوتي.com